وافق مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة المهندس شريف إسماعيل على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم الخاص بشؤون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، مما يضمن تغليظ العقوبات على المتلاعبين من التجار في تداول السلع الغذائية الأساسية. وتتضمن التعديلات فرض عقوبة الحبس والغرامة على كل من يشتري لغير استعماله الشخصي ولإعادة البيع المواد التموينية أو البترولية، كما تشمل العقوبات كل من قام بتهريب المواد البترولية خارج البلاد أو الشروع فيه، وكذا كل من توصل بغير حق إلى تقرير حصة له في توزيع المواد التموينية أو البترولية، أو من قام برفض استلام حصة منها أو قام بإخفائها أو الامتناع عن بيعها أو شرط بيع كمية معينة أو قام بتفريغ حمولة تلك المنتجات أو نقلها أو تحويلها إلى غير الجهات المحددة. كما وافق المجلس من حيث المبدأ على اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، مع الأخذ في الاعتبار مراجعة بعض الملاحظات الواردة عليها من عدد من الجهات. كما وافق المجلس على تشكيل لجنة مؤقتة تضم مجموعة من الإعلاميين من ذوي الخبرة تتولى مباشرة إجراءات تأسيس نقابة الإعلاميين. هذا وقد استعرض المجلس تقريرا من وزير الإنتاج الحربي اللواء محمد العصار حول رؤية الوزارة بشأن تعظيم الاستفادة من إمكانيات قطاع الإنتاج الحربي لتعميق التصنيع المحلي للمنتجات المدنية. وجدد العصار التأكيد على استعداد الوزارة للمشاركة الفاعلة في تلبية المتطلبات الحالية والمستقبلية للوزارات وتوفير الاحتياجات المتعلقة بتنفيذ المشروعات القومية الخدمية والتنموية.